انا مره ايام الدراسه ايام المعهد لسه انا جاي بقى من الارياف بقى عيل بقى بهارات واضواء المدينه نزل البندر ابويا بقى كان جاي معايا جاي البندر ابويا بقى جاي معايا واجر لي شقه جنب المعهد على اساس ايه اقعد فيها كده اروح المعهد لحد ما ايه لسه ناجح بقى وبتاع لحد بس ما اشوف هقعد مع مين او هعمل ايه فانا معلم الشقه تحت في العمرانيه بمحل فراخ بيعمل دجاج وحاجات من تمام اللي هو هرجع من هنا المحل ده هو البيت في الشقه فوق وانا صغنن بقى عندي 18 سنه ارجع الساعه 10 بالليل المحل قفل ومفيش معالم مش محل عارف قديم محل. ومش عارف ايه يعني مش يافطه مفيش يافطه المحل المحل بقى في حته شعبيه ايوه يافطه وبتاع معروف بقى عمك فلان عارف الجو والعمرانيه جوه بتاع الشارع المستخبى والحاجات دي ودور راس مفيش واحد عدى الصبح في محل فراخ هنا قال لا بس الصبح بقى تعال الصبح تعال الصبح انا عايز اطلع انام عشان يطلع عليا عايز اروح قال لي طب انت ساكن فين قلت له في محل فراخ هنا انا معايا العيش اللي جنب المحل الراجل مش مصاب يعني معلم محل فراخ ساكن بيتك قفل المحل مش هتروح قول لي قول له في محل فراخ يقول لي في كذا محل وكلهم معنهم شروفه قدام كده في محل ايه انا هفضل بقى ادور على اقول له طب قول لي فين ادخل المحلات لا بص هو وصف لي محل فروحت عنده هو ولا مش هو فدخلت المدخل كده مش هو ده يعني حتى ما حفظش باب البيت ولا اي حاجه ده تاني يوم من قعدتي لسه فاهم انت لحد بقى ما يعني لقطت وطلعت الحمد لله بقى ونزلت الصبح بقى فضلت اشوف المحل واعلمه بحاجه وطوبه لا بعمل كده لازم اعلم محل او اعلم مكان وحواليه كمان اعرف هنا قدام ما انا فهمت بقى خلاص يا كان اول يوم بقى انا خايف ومتاخد ولسه المدينه بقى والناس كتير وعارف انت احنا عندنا في بلدنا بقى الموضوع كان ملموم هو عليه البلد كلها عارفه بعضها الدنيا كلها احنا كلها عارفه بعضها طبعا كلها عارفه بعضها